هو دوم المفاصل ها طلع به كوكايين يعني دمنة علي. لم يكن سلام البالغ من العمر 40 عاما يعلم أن علاج المفاصل الذي يتناوله يحتوي على مادة مخدرة نوع كوكايين لاريكا، إلا بعد عملية الشفاء الوقتية بعد كل حبة يأخذها، حيث عرف بعدما تغلغل المخدر في دمه وأصبح مدمنا عليه. الإدمان الطانو مال المفاصل، طلع مال المفاصل بكوكايين لاريكا، ما أدري بلاريكا. قامت الوحدة أرتاح بيها، الثنين أرتاح بيها، قمت أخذ باكيت هذا بصيدلية يعطيني. من منطقة شنو؟ كل شيء ما حسن، أنا أحس نفسي بأمريكا مدري وين. لا يستطيع سلام أن يمتنع عن تناول المادة المخدرة في الوقت الحاضر، بس هذا قاعد يأذيني، سوى عد الضغط دون مساعدة الجهات الصحية، حيث يطالب من الجهة المعنية بتكفله لدخوله مشافي المتعاطين لكي يتخلص من إدمانه حسب قوله. الإدمان والد أخلص من عده، يعني أنا قضيت بدار الأيتام ونوب طلعت إنه بس هذا الإدمان والله يأذيني ها، وأحاول أدخل مشفى بس ما حد يتكفني، لأن أقربائي ما حد يدري، إذا دروا ها حتى ما حد بعد ما حد يريدني، وطلبت يعني من أي واحد من الإعلان من هاي يدخلني المستشفى. تقوم مفارز وزارة الداخلية بين فترة وأخرى بحملة واسعة بالتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والكشف عن الصيدليات التي تبيع مواد مخدرة تسببت بإدمان مئات الأشخاص بدواء العلاج. مهدي غريب، وان نيوز، بغداد.